حظوظ اليسار وحظوظ الجبهة الشعبية للفوز بهذه الانتخابات. للحديث عن هذا المشهد الانتخابي وعن حظوظ اليسار تحديدا ينضم إلي هنا الكاتب الصحفي والباحث السياسي جون بيير بيغان. مرحبا بك معنا سيد جون بيير. في التقرير كنا نتحدث عن الجبهة الشعبية وعن جون لوك ميلانشون تحديدا. ما هي حظوظ الجبهة للفوز بهذه الانتخابات في ظل كل هذه الانقسامات، هذا تحالف اللحظة بين تيارات إيديولوجية مختلفة من اليسار تتحد في لحظة ما لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف؟ وأيضا هل جون لوك ميلانشون بوجوده اليوم قد يكون حاجزا أمام فوز اليسار وفوز الجبهة الشعبية؟ بداية ينبغي أن أقول أن لدينا أربع أسر أو عائلات سياسية في اليسار في فرنسا، الإيكولوجيين وأيضا اليساريين المتطرفين، وهذه الطياف اليسارية اتحدت من أجل قطع الطريق على الجبهة الوطنية. وهذه التجمعات اليسارية طبعا هي متضادة بشكل كبير ولديها الكثير من الاختلافات، وبعض منها هي عنيفة وتتبادل الشتائم فيما بينها، ولكن الآن اتحدت هذه الأطياف السياسية اليسارية في فرنسا من أجل قطع الطريق على الجبهة الوطنية، لأن هناك خوف من صعود اليمين المتطرف في فرنسا بالتالي أن تصل للحكم أيضا. برأيك هل الخطاب الذي تعتمده الجبهة الشعبية يمكن أن يغري الناخبين للتصويت لها، ليس فقط في ما يتعلق بالمسائل الداخلية، أيضا في موضوع الهجرة، في السياسة الخارجية وغيرها؟ هل الخطاب الذي تعتمده الجبهة وهي التي لم تعمل على برنامج انتخابي واضح لفترة طويلة، هل يمكن أن تغري الناخبين؟ في الواقع نعم، الجبهة لم تتمكن من تقديم برنامج واضح، لكن اليسار أيضا بدوره لم يقدم برنامجا واعدا بالنسبة للناخبين. إذن نتحدث عن فترة انتخابية وفترة دعائية ابتدت ل 15 يوما، وهذه فترة وجيزة وقصيرة لا يتسنى فيها تقديم وبلورة برنامج انتخابي واعد. الآن أيضا العطلة الصيفية تقترب، بالتالي كان من غير الممكن إعطاء وقت إضافي بالنسبة للأحزاب من أجل بلورة برامج سياسية واضحة. إذن الآجال كانت ضيقة للغاية. الآن الأمر لا يتعلق بالبرامج ولا بالأرقام. الناخبون الآن سيتخذون قرار إما ضد أو مع اليسار أو الجبهة غدا. نعم، أيا كان الفائز غدا، كنت تتحدث وكنا نتحدث منذ قليل عن أنه لن يكون هناك أغلبية مطلقة لا لهذا الطرف أو لذاك، ماذا يعني ذلك؟ من المبكر أن نحسم في هذا الأمر، لدينا الدور أول يوم الغد، وهنا سيتمكن الجميع من رؤية بعض الاتجاهات التي سترتسم في الأفق، والدور الثاني هو الذي سيحسم هذه الانتخابات. هل سنشهد تحالفات؟ هل اليمين التقليدي الذي يعارض ويعادي الجبهة الوطنية، هل هذا اليمين سيقبل أن يتنازل من أجل فسح المجال أمام مرشحين يساريين؟ هذا غير أكيد إلى غاية الآن. هل الناخب أيضا سيتبعون وسيمضون خلف قرارات قاداتهم؟ هناك مجموعة من علامات الاستفهام ما زالت موجودة والأجوبة غائبة إلى غاية الآن. أيضا هذه الأحزاب كما قلت ترفض أن تصوت لليسار. السيد ميلانشون ينظر إليه على أنه ديكتاتور، هناك الكثير من الناس الذين لا يتفقون مع ميلانشون، رأينه كيف يوجه الشتائم للمنافسين وكيف يصرخ في وجههم، وهذا طبعا يخيف اليمين بشكل كبير ويخيف أيضا جزءا وطيفا واسعا من اليسار على حد سواء. بالتالي سيكون هناك انقسام داخل اليسار بالنظر لشخصية السيد ميلانشون الذي يعتبر عنيفا بعض الشيء. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.